ابدا اقطع الايه، الزبده. خلوا بالكم انا مش حطيتها كتير، حوالي 3 ساعات. انا بقطعها سمك كبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هعمل لكم النهارده زبده من الحليب وزبده وليمون. انا شفتها يعني بصراحه قلت والله لازم اجرب. اهم حاجه ان يبقى عندي حليب، وهتحط معلقتين ليمون، وهنضرب وبعدين نحط الزبدة. هحط كاسة الايه، الزبدة. انا حطها زبدة بلدي والله، جاموسي. انا حطيت كاسة ونص حليب، مش حليب ايه فلاحي، حليب ايه معلب. هحط قشطه. لما حطيت القشطه بدات تفتح، شايفين؟ شايفين الفوم اللي فوقها ده؟ شايفين بدات تفصل؟ حطيت كمان ربع زيت مع سمنه. هضرب لحد ما الخليط ده يتماسك مع شوية سائل صغير دوت، لما يروحوا خالص هيجمع في القالب ده. انا مش مصدقه الخليط. شايفين يا جماعه؟ شايفين بقت عامله ازاي؟ اهي. بس اللي انا حطاه كله طبيعي، مفيش الا ربع كاسه الزيت اللي بزبده بيضه. جبتها جميل قوي، مش مصدقه. شايفين الكميه بقت قد ايه؟ كوبايه ونص لبن، كوبايه ونص زبدة، أي زبدة عندك، ربع كاسة إيه زيت. هحطها بقى في قالب وهدهنه الأول بالإيه، بالزيت، وهحط بلاستيك تحت عشان أعرف أطلع. القالب ده كان مكان الزبدة البيضة اللي أنا واخداها الفلاح. هدهنه زيت وهحط بلاستيك، وهدهن البلاستيك وأحطه فيه. هو هحطه بقى في الفريزر يجمد، وبعدين هقطعه واحطه في قلب علب لما اطلعها اوريها لكم. اللحظه الحاسمه اهي، الزبده طعمها جميل قوي. هشيلها بقى. بسم الله ما شاء الله. اقطع الايه، الزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم انا مش حطيتها كتير، حوالي 3 ساعات. انا بقطعها سمك كبير. عايزه اوريها لكم، شايفين؟ زبده بالظبط بالظبط.
حطها في العلبه اللي انا حطيتها فيها، وفي نفس الايه الكيس، وهعينها في الفريزر وهطلع جزء منها وهعين دي كده بحالها. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ شايفين مكعب الزبده قد ايه؟ والله زبده بلدي. يا سلام، دي بقى كانت نهايه الوصفه بتاعتنا. الباقي اهو، وهجربها ان شاء الله باذن الله. هحمر بها بيض واشوفها وهوريها لكم وانا بحمر البيض. بيض بالزبده، ما حطيتش زيت مع الزبده، ما انحرقتش. شايفين وريحتها بلدي بلدي بلدي. شايفين شكل البيض حلو ازاي؟ شوفوا الزبده ده تاني يوم. شوفوا شوفوا، حطها بس في التلاجه، حطها في التلاجه، والله ما انا حطها في الفريزر، انا حطيتها في الفريزر بس 3 ساعات.